اسمح لي أن أرحب بنجوم وايتي. المواطن المصري، المواطن العربي بيجيلك غالبا عنده مجموعة من المشاكل، بتعمل لها بلان وخطة وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزة ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. ايه الصعوبات اللي واجهتك في طول 18 سنة اللي فاتت؟ اغلى واعلى راس مال يبقى عندك هو الناس، هو الدكاترة. ده علم يقولوا دايما علينا في كل حتة في العالم، احنا بارعين جدا في العمل الفردي، لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، اهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي الخطة العلاجية، الوظيفة والشكل. عمل فردي لا، انت فاشل. الابتسامة دي تنفع لفلان، ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله بنفس الرصة، وده غلط. حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معاه، ولا انا غلطان؟ احنا مستحيل هنعرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي احنا عاوزينه. احنا اللي بنقرر. الحشوات برضو نفسها مش معموله من ماتيريال واحده. ترتيب الشغل ما بيننا دي اهم حاجه في زراعه الاسنان. الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ كل حاله بتجيلنا هي اهم حاله عندنا، فبالتالي لازم تطلع احسن حاله. لازم الدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جدا خصائص كل ماده. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه. احنا عندنا دلوقتي الحاله بيقعد نتكلم معاه، واحنا بنتكلم معاه 80% من الكشف حصل. ضيفي العزيز نجح بشكل كبير جدا انه يرسي ان طب الاسنان في مصر ينافس بقوه في الشرق الاوسط، بل ربما يتحدى ويصل الى الرياده. هو الفكره ان انت تلاقي منتخب زي ده، منتخب زي ده، منتخب زي ده. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. أهلا بكم. الحقيقة في عالم الطب كله في ما يسمى الآن بإيرة العمل الجماعي في العالم وفي مصر. دايما كان المصريين يقولوا دايما علينا في كل حته في العالم احنا بارعين جدا في العمل الفردي، لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، الوضع مختلف تماما، وخصوصا في عالم طب الاسنان. طب الاسنان دلوقتي العمل الجماعي بقى فرض، بقى مفيش حد يقدر يقول ان انا هعمل منظومه ناجحه تتعامل مع مشاكل طب الاسنان ومشاكل المرضى الكبيره جدا في مصر، واللي الحمد لله الشعب المصري بدا والشعب العربي بدا يتقدم جدا في ثقافة الاعتناء بأسنانه إلا ما يكون في عمل جماعي. ضيف العزيز الاسم المتميز الكبير أستاذ دكتور نور الدين مصطفى، أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور، وحشني جدا. وأنت جدا جدا جدا. اسمح لي أن أرحب بنجوم وايتي. طبعا دكتور نور، صح؟ طبعا وايتي إيليت، مش طبعًا. أنت سميته عشان بننقل مستوى العلاج لمستوى جديد، فقررنا إن احنا نسميه وايتي إيليت عشان نقول احنا بنقدم خدمة لناس إيليت بشكل إيليت او بشكل متميز يعني. وطبعا الاول انا بقول ان انا محظوظ جدا ان ربنا اكرمنا، وان انا بقيت مع فريق زي الناس دي. يعني انا راس مالي كله هو الفريق ده. المواطن المصري، المواطن العربي ربما لفترات طويلة أهمل في أسنانه، فبيجي لك غالبا عنده مجموعة من المشاكل طبعا ما يقدرش يحلها شخص واحد. الحتة دي عايزك تشرح لي شوية قبل ما ندخل في نقاشنا مع الفريق. طيب، أنت النهاردة واحد بقاله 5-6 سنين ما جاش لدكتور أسنان، عنده التهاب في اللثة، احتمال يكون خلع أسنان، احتمال يكون عنده احتمال يكون محتاج تجميل. فبالتالي فكرة أن هو يخش للدكتور يعمل له علاج اللثة ويعمل له التركيبات ويعمل له علاج العصب ويعمل له الزراعة، الفكره دي عالميا خلاص ما بقتش موجوده. تيجي تعمل علاج عصب لسنه، بعد ما تعملها والكيس تدفع فلوسها، تيجي تعملها تركيبات ما تنفعش. طب انت عملت ليه علاج العصب من الاول؟ علشان ما عندكش بلان، او ما عندكش الفريق اللي بص فقال لك دي ينفع تتعمل علاج عصب، وبعد ما تتعمل دكتور التركيبات قال لك لا دي ينفع تتعمل تركيبه. لان لو ما تنفعش تعمل تركيبه يبقى هتحول الحاله كلها لمين؟ لدكتور الزراعه عشان هيخلع عشان هيعمل زراعه. يبقى انت الحاله ما تفضلش تلف
وتروح عند دكاتره كتير، هي في نفس المكان بيتعمل لها بلان وخطه وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزه ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. اسمح لي ان احنا نناقش اعضاء من فريقك. على فكره يعني انا اعتقد ان احنا هنعمل سلسله مع الفريق طبعا، وهذه السلسله النهارده هناخد جزء، معلش هنتعبكم تاني ونيجي تاني وناخد جزء، يعني هنعمل على الاقل 3 أو 4 حلقات والناس لازم تتفرج. انا بدعو طلبه الطب الاسنان يتفرجوا على الحلقات دي كويس جدا، بدعو كل دكاتره الاسنان الشباب يتفرجوا على الحلقات دي كويس جدا، بدعو كل مرضى العالم العربي اللي عندهم مشاكل في اسنانهم يتفرجوا كويس جدا، لانه احنا هنقدم حاجه اسمها نموذج العمل الجماعي. لو ما لقيتش هذا النموذج للعمل الجماعي في اي حته في اي بلد عربي في طب الاسنان، انت مش داخل مكان طب اسنان جيد، انا في رايي كده. تمام، هنبدا بضيفي العزيز الاستاذ دكتور ماجد زهدي، استاذ مساعد التركيبات الثابته وتجميل الاسنان. اهلا بيك يا دكتور ماجد. اهلا بيك يا فندم، منورنا وسعداء بوجودك معنا النهارده. لكن انا طبعا عايز اسالك سؤال صعب قوي، وكان دايما الدكتور نور بيتكلم عنه في مطلع او في كتير من الحلقات، الخطه العلاجيه. هسالك الاول على الخطه العلاجيه، ايه المقصود بالخطه العلاجيه؟ هل دكتور ماجد المواطن المصري والعربي، وانتوا ليكوا سمعه ما شاء الله في المنطقه العربيه كويسه جدا، عنده ادراك للمعنى الكلمه دي، ولا بيدخل تقول له الخطه العلاجيه يقول لك ايه الكلام الجديد اللي انتوا بتقولوه احنا ما سمعناش عنه قبل كده؟ ما هو ده كلام بجد بقى. تمام. هو احنا يمكن فعلا فكره التخصص دي من اكتر الحاجات اللي احنا كلنا بنؤمن بيها، لان زي ما حضرتك قلت محدش يقدر يعمل كل حاجه بنفس الكفاءة. بالذات انا هتكلم على الجزء اللي يخصنا اللي هو التجميل والتركيبات الثابتة. ده علم، احنا عندنا في الجامعة في ماجستير اسمه ماجستير تجميل الأسنان. فده معناه ان احنا عشان نقدر نعمل تجميل بطريقة مظبوطة لازم الناس اللي تعمل الكلام ده يكونوا متخصصين في الجزء دوت. فاحنا هي دي الفكرة، فكرة الفريق ازاي ان يبقى في ناس متخصصين عشان يقدروا يوصلوا للنتيجة اللي المريض عايزها في الآخر. أهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي الخطة العلاجية. طيب إيه مفهوم الخطة العلاجية ديت؟ إن المريض من أول يوم هيجي لنا يتعمل له تشخيص كامل، بنشوف كل المشاكل اللي موجودة عند المريض، بتبتدي تتكتب بالترتيب، تبتدي تتحط ليها العلاجات المختلفة، بنبتدي نتناقش مع المريض بحيث إن إحنا نقدر نوصل للحاجة اللي هو عايزها بأسرع وقت وبأقل مجهود أو تعب ليه، مع الحفاظ على الأسنان. طب عشان نقدر نعمل الكلام دوت ما ينفعش تخصص واحد يقدر يعمل الكلام ده، ده لازم كل مجموعة التخصصات اللي هي تركيبات، تقويم، علاج جذور، علاج لثة. ففعلا زي ما الدكتور نور قال هي بتبقى خطة، كلنا بنقعد وبنعمل النقاش بتاعنا عشان نوصل للخطة العلاجية ديت، وبيتم إبلاغ المريض بيها قبل ما نبتدي الشغل. يعني أول ما بيجي لنا المريض وخلاص حطينا له الخطة العلاجية، من أهم الحاجات إن احنا ناخد الأبروفال بتاع العيان على الشكل اللي احنا عايزين نوصل له، عن طريق ان احنا نبتدي نعمل تصميم للابتسامة. طيب احمد محسن المدرس المساعد للتركيبات الثابتة، واضح ان انتوا برضو عندكم حتة انتماء يا احمد للفروع داخل بقى. شوف بص ماجد قالك ايه، ده فريق التركيبات الثابتة احنا الجامدين، واخد بالك كلهم ايه واخدين الحتة الاولانية وبتاع، هنشوف بقى الفرق اللي جوه الفريق. انت صح كده؟ صح. انا بدأت برضو حاجة. طيب قول لي بقى ايه 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 ال ايه ال 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 احنا هو بصلك الكوره في ملعبك في حته مهمه جدا، حته القرار النهائي في الخطه العلاجيه، صح كده؟ صح كده. هو المريض لازم يكون فاهم ان احنا ما عندناش اسطمبه كل المرضى بتطلع نفس الشكل، وده الغلط اللي بيقع فيه ثلاث ارباع او معظم دكاتره السنان. هو اسنان مرصوصه زي ما بتقول قبل كده، وصفها باسنان شيكلتس بيضة كله شبه بعضه، انت زي اخوك زي ابن عمك، وده غلط. هي الابتسامه بتبقى مصممه خصيصا ليك بابعاد ببروبورشنز بنسب معينه، لازم تبقى متقاسه كويس قوي. فعشان كده زي ما دكتور نور دايما يعني ماشيين بالسيستم ده، احنا المريض بيدخل، بعد ما بتفق معانا على خطه التجميل بتصور صور من انجلز مختلفه، الصور دي تبقى هاي ريزولوشن وديجيتال، وبتصور بالديجيتال عشان نعرف نعمل الديزاين، والمريض لازم يشوفه ويبقى عارف ان هو مخصص خصيصا ليه. الابتسامة دي تنفع لفلان، ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله بنفس الرصة، وده غلط. لازم المريض يبقى عارف زي ما دكتور ماجد شرح ان هيتعمل له ايه بالظبط. ما ينفعش المريض، طبعا رأيه المهم وكل حاجة، بس المريض مش دكتور، المريض يوجه للصح ليه.
فالديزاين ده مهم قوي المريض يشوفه يأبروف عليه، ممكن ناخد رأيه في حاجات معينة ونفهمه، حتى لو ليه تطلعات أكتر من كده بيبقى عارف إن في ليميتيشنز، في سقف للحاجات دي، فيبقى عارف أنا هوصل لشكل ده وإحنا نعرفه إزاي هيوصل له بأحسن طريقة ليه. عظيم. هنروح للدكتور محمد مصطفى أخصائي التركيبات الثابتة وتجميل الأسنان. ما زلنا مع فريق التركيبات اللي النهاردة يعني متصدر المشهد. أنا بادئين بيه بس. بادئين بيه. نعم على فكرة كل الأقسام مهمة جدا جدا. دوري شغال ونشوف مين اللي هيكون. والمكسب الزملكاوي ماشي. قول لي بقى محمد، تجميل الأسنان أهميته كبيرة في عالم الأسنان عموما، صح؟ مظبوط تمام. التحضير بقى. والتحضير جزء مهم جدا في التجميل. مظبوط. يعني التجميل في عالم طب الأسنان ده راجل حاجة مهم، بس التحضير في التجميل هو حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معه، ولا انا غلطان؟ لا بالظبط كده تمام. قول لي بقى، احنا مستحيل هنعرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي احنا عاوزينه، فاحنا لازم نفكر احنا عايزين نوصل لايه ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي ونبتدي نحضرها بالطريقه المظبوطه بقى عشان نوصل لها بالطريقه المظبوطه، بحيث لا انا اقلل من التحضير بحيث الريستوريشن او الفاينل يطلع بالكي شويه او بارز قوي، ولا انا اشيل زياده من السن فاضطر اعمل علاج عصب ملوش داعي. تمام. على سبيل المثال مثلا عشان احنا بنبص على الديزاين، فتمام احنا عندنا مثلا فراغات مثلا بسيطه بين الاسنان، عايزين نغير في لون السنه، نطول السنه حاجه بسيطه، فاحنا مجرد بنعمل تخشين للسطح الخارجي من السنه وبنحط عليها قشره تجميليه ونسيب السطح اللي جوه ما نلمسوش خالص. في بعض الاحيان ما نقدرش نعمل الفينيرز او العدسات اللاصقه التجميليه بتاعت الاسنان دي، فبنعمل التحضير ازيد شويه لما يكون السنان بارزه لبره، لو مثلا عندنا في حشوات كتيره في الاسنان فنضطر نعملها بروتكشن او حمايه اكتر بعد علاج الجذور، فبنضطر نعمل التحضير داير ما يدور حوالين السنه بيبقى اكتر شويه من تحضير الفينيرز او القشور دي، قشور التجميليه البسيطه دي، وبنعمل كراونز عليها. تمام. هو ده بالنسبه لتحضير الاسنان، لازم نشوف عايزين نوصل للديزاين، الديزاين بتاعنا هيبقى عامل ازاي ونحضر الاسنان على اساسه. طيب محمد، في التحضير المريض بيبقى متوتر جدا، يعني قاعد لانه لسه ما شافش، وانت دلوقتي بقى ايه، هو كان جاي بمشاكل وانت دلوقتي في حاله التحضير اوريدي، ما فيش حلول لسه بانت، الدنيا لسه ما نورتش زي ما بيقولوا، ازاي بتتعامل مع نفسيه المريض في الحاله دي؟ المريض عامه بيبقى شايف الشكل اللي هيوصل له في الاخر قد ايه، وده بيبقى اكبر موتيف ليه اللي هو يبتدي الشغل او يبتدي العمليه التجميليه. بتوري له الحاجه طبعا، بيوري له شايف شكل الديزاين قبل ما يبدا، وشايف شكل التحضير بتاع الاسنان قبل ما يبدا، يعني عندنا صوره شكل تحضير الفينير او القشره تبقى عامله ازاي، وصوره ثانيه شكل تحضير الكراون، ومودلز كمان لشكل تحضير الكراونز بيبقى عامل ازاي، يعني فهو بيبقى متخيل الشكل اللي هيوصل له هيبقى عامل ازاي. حتى احنا بعد ما نخلص التحضير في بعض الاحيان بندي المرايه للعيان يشوف شكل الاسنان بعد التحضير عامله ازاي، شوف هي تبقى بالظبط زي الصوره او زي الموديل اللي هو شافه قبل ما يبدا الشغل. عظيم. طب تعالى نروح بقى للدكتور باسم محمود اخصائي التركيبات الثابته، ما زلنا في برضه التركيبات، صح كده؟ طبعا. كل اللي قاعدين الفريق ده كله تركيبات. تعالى بقى اسالك بالك يا ما انا عارف ما التركيبات مسيطر. خد بالك. مسيطر. المواد ده الماتيريال دي، ده عالم وعالم رهيب طبعا. والناس وصل لها معلومات من خلالنا، بدأنا نتكلم على الزركونيا، بدأنا نتكلم على الإيماكس، بدأنا نتكلم على انا هنافسكم بعد كده. احكي لي على المواد. هو التركيبات الثابته عموما ليها يعني مواد وماتيريالز كتيره جدا، وكل ماتيريال ليها بروبرتيز او خصائص مختلفه عن الثانيه. فور اكزامبل مثلا في ماتيريالز تتميز ان هي درجه لونها ودرجه الشفافيه بتاعتها شكلها بيبقى ناتشرال جدا، فدي غالبا بنعملها في الاسنان الاماميه. وفي تركيبات زي مواد زي الزيركونيا دي بتتميز ان هي عندها قوه صلابه وقوه تحمل عاليه، فدي غالبا بنستخدمها في الاسنان الخلفيه. فلازم الدكتور المتخصص يبقى عارف خصائص المواد دي كويس جدا. يعني ما ينفعش ان يبقى الطبيب نفسه يبقى يعمل مثلا حاله زيركونيا، مع ان في دلوقتي ريسنت المونوليثيك زيركونيا ده ممكن نستخدمه انتيريز، بس ما بديناش نفس الدرجه الجماليه زي الاي ماكس مثلا، بس لازم يبقى الدكتور عارف كويس جدا خصائص كل ماده في استخدامها، وده زي ما دكتور محمد قال برضو ان كل ماده ليها طريقه تحضير معينه. يعني زي مثلا انا هعمل زيركونيا، فالزيركونيا مثلا بتحتاج تحضير اكتر شويه من العدسات اللاصقه اللي بتستخدم زي الايماكس مثلا.
فلازم ده بحر، ولازم الدكتور متخصص يبقى عارف خصائص كل ماده وكل ماده بنستخدمها في ايه بالظبط والكلام ده كله. بيحصل خناقات بينكم وبين بعض؟ انا هسال الدكتور وارجع لك نفس السؤال. بيحصل خناقات بينكم وبين بعض مثلا انت شايف ان من ناحيه الجماليه هذه الحاله تستحق نوع معين من المواد، تمام، بس الراجل عنده عضه شديده وبيعض او عنده مشاكل فبيعض على اسنانه، فحد يجي يقول لا ال 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 الماده دي مش هتستحمل مع الشخص دوت، فارجوك غير حد من الفريق. لا مش حد من الفريق ولا الدكتور ولا الحاله. الحاله نفسها ممكن تقول لو عندها صحه. الحاله ما احنا اللي بنقرر. وبنقرر انت شايف الفريق عامل ازاي. الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ الفريق الطبي الواعي بيعمل موديفيكيشن صح او ما بيتخض. في ناس اول ما يجي يشتغل ومش دارس الحاله كويس، اول ما يبدا يشتغل ويخش في الموضوع يلاقي الدنيا بدات تبوظ منه ومش عارف يلمها. لا، لما يبقى عندك فريق طبي دارس كويس وعنده خبره، وده مهم جدا. احنا عندنا ناس في الفريق ده عامله اكتر من 5000 حاله، فبالتالي خبرته اليدويه عاليه جدا. الخبره بتخليك وانت بتتعامل مع الحاله مطمن. دكتور فريد عماد الدين، دكتور فريد ازيك؟ فريد عندك سؤال مهم قوي بقى قوي، عايز اسالك على واحد من الاجهزه اللي كانت او احدثت حاله من حالات الثوره في عالم طب الاسنان. كان الاول اقصد بيه جهاز السيرك. جهاز السيرك احدث ثوره لانه كان دايما الناس عندها تخوف انها تيجي طب الاسنان لاي سبب من الاسباب عشان الوقت. جهاز السيرك تحدى الوقت بقى، خلاص العيان يجي يبقى عنده مشكله جهاز السيرك بيصلح له وبيعمل له الحاجه وهو قاعد. فاحكي لي عن جهاز السيرك قد ايه افادكم. السيرك احد الـ 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 الانواع والاسامي التجاريه لفكره الكات كام نفسها. حضرتك تطرقت لنقطه ان موضوع الوقت والسرعه والكلام ده كله. طبعا الوقت والسرعه مهمين جدا ومن اهم الحاجات طبعا بالنسبه للمريض، بس ما ياثرش على حاجات معينه. حاجات معينه في صناعه التركيبه في وقتها، في لو احنا زي ما دكتور نور كان بيتكلم ان احنا في حاجات بعض الحالات بنحتاج ان احنا نعمل بعض التعديلات في اللثه في الكلام ده كله، سرعه التركيبه مع اللثه والكلام ده كله مش بيبقى مظبوط. وهو ده بقى فائده فريق العمل والتيم بتاعنا اللي يقرر اللثه لا محتاجه نقعد شويه، محتاجه نستلم تاني يوم، محتاجه نستلم تالت يوم، الكلام ده كله. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه، انا ما فيش ثيرد بارتي او طرف ثالث معانا في الموضوع اللي هو المعمل. المعمل كان طرف ثالث بالظبط. هو لا شاف العيان، لا شاف وش العيان، لا شاف شفايف العيان، لا شاف التحضير اللي معمول، لان المقاس ده مهما كان دقيق، الجبس اللي هيتصب بيه المقاس مهما كان دقيق، التكنيشن او الفني المعمل مهما كان متمرس وكويس برضه مش هيبقى زي الدكتور اللي شايف الحاله ومحضرها. يعني انا بقعد بصور العيان وابتدي في الديزاين، دكتور محمد او دكتور ماجد او دكتور احمد محسن اللي حضروا وشافوا الحاله قاعدين معايا بيشوفوا احنا رسمنا هنا ايه، حضرنا هنا ازاي، عملنا ايه. كل القصه دي بتقلل اعادات التركيبات وبتحسن دقتها وشكلها والديزاين بتاعها. ده غير ان المريض بيشترك معايا. يعني المريض صعب ان انا اخده معمل اوريه له، حتى لو استنيت 3 4 ايام وما المعمل يجيب لي الحاجه ويبص عليها. هو ليه؟ هو المريض يشوف الديزاين او التصميم بتاع الابتسامه اللي هو موافق عليه في الاول على ارض الواقع بس على الكمبيوتر بشفايفه بوشه باللثه بتاعته بالكلام ده كله، ويقدر يقرر من خلاله لا ده مناسب، لا يا دكتور طب ممكن نعمل شويه ادجستمنت. المريض ما بيبقاش الموضوع بالنسبه له سيرتن ومظبوط 100%، لازم يبقى عنده تغيرات، لازم ياخد راي الناس، لازم يستشير. وجود ده كله مع المريض في خلال يوم او يومين يجي يشوف الديزاين، ابعته له باي سوشيال ميديا ابلكيشن او اي حاجه ان هو يشوفه ومن البيت يقرر ويعدل ويوريه لقرايبه ويوريه لمامته يعني ايا كان الكوميونتي اللي هي او اللي هيوريه لهم يوريه مراته بالظبط. اي حد بقى الست دي جبت كل الناس عايزين مشاكل او خطيبته او بس. فهي بتبقى الموضوع ان العيان المريض يعني داخل معانا في القصه قوي، شايف قوي ومقرر قوي، وده بيقلل مشاكل استلام ومفاجاه استلام التركيبات بتاعتنا في الاخر. اسمحوا لي نرحب بضيف العزيز طبعا الدكتور محمد السمراء استشاري تقويم الاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، اسم متميز وكبير. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا. التقويم مهم وسؤال يعني كلاسيكي جدا، متى نلجأ للتقويم؟ يعتقد البعض ان التقويم ما ينفعش للناس الصغيره، ايه رايك في هذا او للكبير؟
او الناس كبيره قوي ولا صغير. لا، هو الحقيقه تقويم ملوش عمر محدد، لانه بيعالج مشاكل متعدده، مشاكل في الاطفال ومشاكل في الكبار. لكن هو عشان خاطر الواحد يبقى دايما في الجانب الصحيح، لازم يبقى على طول يعمل متابعه مع المتخصص في التقويم من اول سن الطفوله. يعني من اول ما يبدا الواحد يبدل اسنانه، لازم يكون ولي الامر مهتم بان هو ياخد ابنه او بنته ويروحوا للمتخصص في التقويم. يعني نقول سن 7 سنين 8 سنين لازم يروح ويشوف، حتى لو هو مش ملاحظ ان في مشكله. وفي بعض الاحيان بلاقي في اب وام مش ملاحظين المشكله اصلا، ممكن اتجنب عمليات جراحيه لو عملت تقويم بدري. فكل الحاجات دي مهمة طبعا في مجال التقويم، في عالم التقويم. طيب دكتور مصطفى طه، سؤال مهم جدا، وهو طبعا استشاري جراحة الفم والأسنان ومدرس جراحة الفم والأسنان من جامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا. سؤال يعني هيبقى مهم قوي عن مفصل الفك، هذا المفصل اللي مشاكله كثيرة جدا. برضو بما أننا نحن نتكلم عن التقويم الجراحي، عايزك تحكي لي عنه حاجتين مهمين. طيب حاجتين مهمين. اول حاجه مشاكل مفصل الفك، يعني الناس ممكن تستغرب ان الموضوع ده بقى منتشر جدا. احنا بنتكلم تقريبا من 15 ل 20% من الناس المصريين او غير المصريين بيعانوا من عرض من اعراض مفصل الفك، بدايه من طرقعه وبيفتح وبيقفل بقه، بقه بيعلق مش عارف يفتحه كويس، او فتحه مش عارف يقفله كويس، الام شديده مع الكلام ومع الاكل. فده منتشر جدا جدا جدا، اسبابه متعدده وفيري كومن او شائعه جدا. زي لو العضه مش كويسه، وهنا ياتي دور التقويم، لو حد ما هو صغير عضته مش كويسه دي ممكن تؤدي الى بعض مشاكل في مفصل الفك. لو بيجز على اسنانه الضغط العصبي، لو عمل حشوات او تركيبات مش معموله كويس، مش متراعي فيها المسافه بين الفك العلوي والفك السفلي، دي كلها حاجات بتؤدي الى مشاكل في مفصل الفك. علاجه برضه حاجات تتدرج من حاجات بسيطة جدا لعمليات كبيرة، على حسب المريض ده جالنا بدري ولا جالنا متأخر. يعني احنا عادة بيبتدي معاه بحاجات اسمها نايت جاردز أو عضادات بتقلل الضغط على مفصل الفك. ممكن نطلع بعد كده لحقن بوتوكس، أو ممكن نطلع بعد كده لحاجة اسمها منظار على مفصل الفك. وفي حالات بسيطة جدا ممكن نحتاج نعمل تدخل جراحي. ده بالنسبة لمشاكل مفصل الفك. التقويم الجراحي بقى، هو زي ما قال دكتور سمرائي، في مفروض علاقة ما بين الفك العلوي والفك السفلي. عند بعض الناس بقى عندهم بروز جامد في الفك العلوي أو بروز جامد في الفك السفلي. هنا مش بتكلم المشكلة جاية من الأسنان، هي جاية من العظم نفسه. هنا بنحتاج إن احنا نعمل عملية عشان نصلح البروز دوت. قرب المايك. نحتاج نعمل عملية عشان نصلح البروز دوت. وطبعا برضو محتاج برضو التقويم معانا، يعني محتاج التقويم يتعمل اول عشان يحسن الوضع للعملية ديت. اروح بقى للدكتور هيثم المعيرجي، يعني له شعبية عندكم حلوة هيثم، وانا بعزه يعني الحقيقة. منور يا هيثم. دكتور هيثم هو طبعا يعني المتخصص في الزراعة وزميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، جزء بقى مهم قوي في وعي الزراعة طبعا. يعني الزراعة مهم قوي، ازاي يعني دي حتة تهمنا في البطنة، نتعامل مع الحالة الصحية للمريض اللي جاي يعمل زراعة، اللي عنده نقص كالسيوم، راجل كبير في السن، كمان العظم مش كفايه، الحته اللي هي المشهوره قوي، ودي بتخلي الناس على فكره تتاخر يا دكتور هيثم في ناد جيلك. ليه؟ يقول لك انا كبير في السن واعتقد ان حاله العظم عندي مش كويسه، لان سمعت الدكتور نور قال انه حاله العظم مهمه وفقدان العظم ممكن يعوق قدام الزراعه يعني، ويروح جايب هو قال الجزء من الكلام وما كملوش. فانا عايز اسمع منك الصوره العامه احنا يعني بنشوف ان الموضوع مرتبط جدا ببعض. يعني احنا في ناس بتتعامل مع العيان على انه حجم عظم، وده مش حقيقي في الزراعة. الحالة الصحية للمريض مهمة جدا. يعني دايما احنا بنأكد على الناس اللي موجودين في السنتر اللي بياخدوا الميديكال هيستوري من العيانين، ان كل ديتيل وكل تفصيلة في الحالة الصحية للمريض، كل دواء بياخده. مثلا مثال بسيط، العيانين اللي عندهم تعرضوا لجلطات قبل كده دايما بياخدوا ادويه للسيوله، ممكن ياخد كذا نوع من الدواء. الادويه دي منهم ادويه بتشتغل على الصفائح الدمويه مثلا، منهم ادويه بتشتغل على عوامل التجلط، كل واحده ممكن تاثر معانا بشكل مختلف. يعني ممكن يجي عيان يقول انا باخد دواء للسيوله،
باخد دواء يعمل سيوله. طب حضرتك هو ايه؟ لا ما اعرفش. لا ما ينفعش ما تعرفش، لازم نبقى عارفين هو ايه وجرعته قد ايه وبيتاخد بقاله قد ايه. الحاله الصحيه للمريض مهمه جدا، احنا بنسميها مش موانع زراعه ولكن العوائق الخاصه بزراعه الاسنان او باي عمليه جراحيه عموما. العوائق دي منها عوائق طبيه، حاله المريض الصحيه، الحاجات اللي بتستدعي ان احنا نقدر نظبط حاله المريض الصحيه عشان نقدر نعمله زراعه. هنراجع مع دكتور البطنه الادويه بتاعته، ايه التحاليل المطلوب عشان نعرف العيان ده عنده سيوله زياده ولا لا، مرضى السكر ازاي نقدر نتعامل معاهم، الغده الدرقيه اللي عندهم زياده في وظائف الغده الدرقيه او نقص في الوظائف او شايلين الغده عموما، بالذات في العيانين اللي احنا بنظبطهم عشان نعمل لهم عمليات كبيره تحت التخدير الكلي. ده جزء مهم جدا. انا بشوف انك تقدر تاخد دياجنوز الصحيح من العيان وتحط له خطه للعلاج واضحه، ده انت عملت اكتر من 50% من عمليات زراعه الاسنان. الجزء الثاني من الموانع اللي انا بشوفها هي اللوكال فاكتورز او الموانع الموجوده في الفم، ودي انا شايف ان هي بتربطني ارتباط وثيق جدا مع دكاتره التركيبات دكتور احمد محسن. طبعا اشتغلنا مع بعض حالات كتير، مش عايز اقول اسمه الحركي علشان ودكتور كل حد له اسم حركي طبعا. لا يعني مش كلهم، مش كلهم، مش فريق، مش هو محسن بالذات كده زي لعيبه الكوره كده بعد الهوا بنعرف اسامي الحركه. دكتور محمد السمرائي طبعا. يعني دايما الموانع دي تكمن ان هي ممكن تتمثل عندي موانع في العظم وحجم العظم وكثافه العظم، وموانع في اللثه، جوده اللثه، طبيعه اللثه اللي موجوده. كل واحده من دول بتستدعي ان انا اتدخل بشكل معين. او الحاجات الكومن جدا وبتعمل مشاكل جدا، المسافات اللي موجوده. انا يعني هشرح حاجه بسرعه كده ممكن تورينا قد ايه ممكن تعمل مشكله. عيانه جات لي عملت زراعه، يعني الدكتور قال لها انت محتاجه زراعه عظم، فزرعت عظم مره، وبعدين قال لها ده فشلت فزرعت عظم تاني، وبعدين زرع لها بعد كده زرع بعد تاني مره من زراعه العظم، ركب لها عليها سنه، صدمت لان حجم السنه كبير جدا اكبر من السنه اللي جنبها، وكانت سنه اماميه اللي هي السنترال اول سنه. حتى هي بتقول لي انا قعدت اعيط اول ما شفت السنه، فقلت له اخلعها لي، فهو بيخلع السنه راح خلع السنه بالزرعه اللي كانت موجوده. كم من المشاكل رهيب. اول حاجه كان عندنا مشكله في العظم وحجمه ما تعملش بشكل صحيح، لان انا اكتشفت ان المشكله عندها في اللثه مش في العظم. بدايه محتاجين الاول نرجع اللثه بشكل كويس عشان لما اعمل زراعه عظم تحمي العظم اللي انا هزرعه، فيبقى جوده العظم كويسه، وبعدين احط الزرعه اكتشف ان المسافات عندها فيها مشكله، حجم السنه او حجم المسافه اللي موجود اكبر من حجم السنه اللي جنبها، فبالتالي لما جيت الدكتور يعمل السنه بقت اعرض من اللي جنبها. كان لازم ان هو يقول لها حضرتك ممكن تحتاجي تقويم عشان نظبط المسافات، وده الجزء اللي انا بتدخل فيه انا ودكتور سمرائي، ان انا اقول من العيان الاول انت محتاج تعمل تقويم عشان نظبط المسافات علشان نقدر نعمل سناني بشكلها زي بعض، او ان انا اتدخل انا ودكتور احمد محسن او دكاتره التركيبات في ان احنا نعمل فينيرز او قشره تجميليه على السنه الثانيه فنظبط المسافات او نظبط عضه العيان. انا بشوف ان الدياجنوزس او الكشف على العيان ووضع خطه طبيه وان احنا يعني نظبط سيكونس الشغل ما بيننا او ترتيب الشغل ما بيننا، دي اهم حاجه في زراعه الاسنان. كالعاده مميز يا هيثم. وعايزين نعرف دكتور احمد محسن اسمه الحركه ايه بس بعد هنروح بقى للدكتور ابراهيم الاباني اخصائي المتخصص في الجراحه وزراعه الاسنان، وهسالك سؤال لاول مره يمكن نساله ونتكلم فيه بالتفصيل، الخلع الجراحي. وعايز اعرف ايه الفرق بينه وبين الخلع العادي؟ وبعدين بعد الخلع مباشرة هل هتسلمه لدكتور هيثم يعمل زراعة على طول ولا المسألة تبقى عاملة ازاي؟ طيب هو في الأول زي ما كان دكتور هيثم بيقول الموضوع بيمشي كسيكونس أو كتسلسل. أوكي. أول حاجة غالبا معظم حالات اللي بتتطلب خلع جراحي بتكون حالات ضروس عقل مدفونة. أوكي. طيب دلوقتي أنا عايز أعرف هل الضرس ده محتاج يتخلع أصلا في الأساس ولا لا؟ فابتدي اشوف المعطيات اللي قدامي، بنبتدي نعمل دايجنوزز او بنعمل كشف،
طبعا لازم يتعمل أشعة على الضرس ده، ولازم يتعمل في نفس الوقت كشف على اليونت أو على كرسي الأسنان عشان نقدر نحدد هل المشكلة فعلا جاية من الضرس ده ولا ممكن تكون مشكلة في منطقة مجاورة. بس الوجع زي ما بنقول حاجة اسمها referred pain، أو الوجع ما أقدرش أحدد مكانه فين بالظبط. يعني المريض بيكون جاي لي أنا عندي وجع في المكان الفلاني بس مش قادر يحدد فين بالظبط، أوكي؟ فبشوف المعطيات دي وابتدي أحدد هل الضرس ده مثلا ممكن يكون عامل لي تآكل في السنة اللي جنبها، ممكن يكون مدفون عامل مشكلة قريبة من العصب أو حاجة، فبحتاج ساعتها تدخل جراحي إن أنا أخلع الضرس ده. بعد كده حضرتك كنت بتتكلم ان هل بعد الخلع ده ممكن نزرع ساعتها على طول بالظبط. على حسب الحاله، يعني لو بنتكلم في سنه ثانيه، في حاجه مثلا قدام او حاجه غير ضرس العقل، ببتدي اشوف المعطيات برضو اللي موجوده قدامي، ببتدي اشوف الحاله العامه للضرس ده. يعني ممكن نقول مثلا في ضروس بتتخلع، بس نبقى شايفين في الأشعة إن في تحتها مثلا كيس دهني أو تحتها خراج أو حاجة، فده بالتالي بيؤدي إلى إن الزرعة ممكن يبقى فيها مشاكل قدام لو اتزرعت في ساعتها. لكن فإحنا يعني بنضطر إن إحنا أو بنستنى شوية لغاية ما العظم يلم، بنشيل طبعا الحاجة الموجودة دي، العدوى الموجودة دي، سواء كانت خراج أو كيس دهني أو كده، وبعد كده بنسيب العظم يلم وبعد كده بنبتدي نقدر نزرع. لكن لو الحالة كويسة ومفيش فيها اي مشاكل وتسمح ان احنا نقدر نعمل الاميديت امبلانت ده، بنقدر نعمله. هنروح للدكتور هيثم صبحي طبعا، ماجستير علاج الجذور، وبرضه ما زلنا في علاج الجذور، وبيعجبني جدا ان كل عيله عندك مع بعض. يعني انا بسال يعني مصطفى، يعني برضو ايه زي ما بيقولوا بالواسطه كده بالبتاع، بزودت انا كده حته له، فقال لي لا انا عايز دكتور مصطفى. ماشي الدكتور هيثم، قول لي الـ 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 يعني برضو عدد الجذور ودور الاشعه المقطعيه اللي برضو يعني الدكتور مصطفى مر عليها، وطبعا دكتور نور يعني كلمنا على الاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه، وهل المكان اللي ما فيهوش اشعه مقطعيه ده يعني هل ده شيء يسيء له؟ ايه الفرق بين ان انا ما يكونش عندي اشعه مقطعيه ولا مش معترف بقيمه الاشعه المقطعيه؟ لا، الاشعه المقطعيه لها دور مهم جدا في علاج العصب. ازاي؟ يعني انا العيان اول ما بيدخل لي ببص على الاشعه بتاعته قبل ما ابدا شغل، ببقى باخد فكره عن الانحناءات اللي في الجذور بتاعه السنه، عدد قنوات العصب اللي موجوده عندي في السنه او في الجدر ده. وده ممكن يكون احد اسباب فشل الحالات مثلا، كتير ممكن تجي لنا من بره متحوله لاعاده علاج عصب، بنعمل ريتريتمنت في السنه او في الجدر ده. العينه تقول لي يا دكتور انا رحت عند اكتر من دكتور وبيقول لي حشو العصب كويس ما فيهوش مشكله، طب ايه سبب الالم اللي انا حاسه بيه ده؟ ممكن نبص على الاشعه بنقدر نعرف ايه سبب المشكله دي. ممكن تكون في قنوات عصب مش مفتوحه، الدكتور ما قدرش يوصل لها. في قنوات عصب يعني المتدرج ما بين ان المعروف ان الضروس بيبقى فيها ثلاث قنوات عصب، لا ممكن توصل معانا لخمسة أو ستة، دي ما بتظهرش غير بالأشعة ثلاثية الأبعاد. السنة ممكن يكون فيها حاجة زي كراك أو شرخ، ده مسبب فشل موضوع علاج العصب حتى لو كان معمول كويس. الحاجات دي كلها ما بنقدرش نتعرف عليها غير بالأشعة ثلاثية الأبعاد. ديت كم عدد الأسنان اللي ممكن نعمل فيها علاج جذور؟ في الجلسة الواحدة؟ زي ما دكتور صباح لحضرتك، ما دام العيان قادر ان هو يفضل فاتح بقه من غير ما يشتكي من الفك، نقدر نعمل عدد كبير. عظيم. ما زلنا مع عائله علاج الجذور، نروح للدكتور وسام الخولي اخصائي علاج الجذور وعضو جمعيه الامريكيه. والسؤال دايما عن الاجهزه، هل الاجهزه دلوقتي بدات تقول انا الموجوده انا الدور الاعظم ولا مهاره الدكتور؟ اكيد مهاره الدكتور، بس يعني ازاي نجمع الحاجتين مع بعض؟ ما انا مش مهاره لوحدها من غير اجهزه برضو. اكيد طبعا. ايه رايك؟ بص، في البدايه يا فندم احب ارحب بحضرتك. الله يخليك يا فندم. دي اول حاجه. تاني حاجه شكرا يا وسام ان انت رحبت بيا، انت الوحيد الوحيد واشكرك طبعا. وسام بيتكلم زي ما انت عايز. الله يخليك الله يخليك. انا قاعد بص يا وسام ست اسئله هسالهم لك. الله يخليك. انت الوحيد اللي رحبت بيا. ربنا يبارك في حضرتك حبيبي. مبدئيا انا طبعا متحيز جدا لعلاج الجذور بما اني اخصائي فيه. زمان زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيثم، كان العيان لما يجي يقول لي ده انا عندي الدكتور في عمل شكيني كده، قاعد يشكيني بحاجات زي الابر.
دلوقتي احنا عندنا التكنولوجي والتقنية الحديثة كلها، والشركات كمان من غير ذكر طبعا اسامي بدأت تتنافس في الحكاية دي، واحنا عندنا كل عيان والتاني بقى عنده، ما اقدرش ان اقول ان مثلا حضرتك عندك نفس القنوات العصبية اللي عند دكتور نور اللي عند دكتور وسام، لان كل واحدة هتختلف عن التاني، وده طبعا بيبان بالاشعة المقطعية والمايكروسكوب زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيثم. فبالتالي الشركات بدأت تعمل ايه؟ قالت خلاص لا انا عندي الدبابيس دي حاجات قديمة، انا هبتدي اطور من نفسي واعمل اجهزة اوتوميد بتشتغل، بس لازم يبقى الدكتور نفسه عنده خلفية كاملة وقوي في الحتة دي، انه لازم يحدث من نفسه، لان لو انا جبت الحاجات دي وانا ما عنديش الخلفية هعمل بيها ايه؟ مش هستفاد بيها، وكلها طبعا لمصلحة الدكتور ولمصلحة العيان في كذا حاجة. فبدأت الشركات دي تعمل ايه؟ تطلع حاجة اسمها الفايلات الابر دي، اللي هي الابر دي اسمها فايلز، بدأت تطلعها بمقاسات مختلفة تناسب كل مريض، بمعنى ان انا عندي مثلا القناة العصبية عند الناس الكبار بتبقى ضيقة شوية، الاطفال بتبقى واسعة جدا، فبتختلف المقاسات. فبدأت الشركات تعمل طب انا عندي قناة عصبية فيها كيرف، يعني كيرف فيها انحناء جامد، فبدأت الشركات تعمل ايه؟ تقول لا انا هطور من نفسي واعمل فايل يجيب اللي هو الابر دي بنفس الانحناء ده وبمقاسات مختلفة، وبتفضل مقاسات صغيرة لحد ايه ما تعلى بيها. طيب انا خلصت كل ده، عملت ونظفت والدنيا تمام والدنيا كويسة، هيفضل عندي الجزء الاخراني ان هو ان انا هقفل القناة العصبية دي ازاي، وده اللي هنعرفه من دكتور علي السنباطي. هروح للدكتور علي السنباطي بقى، قول لي يا دكتور علي، المواد المستخدمة اللي قال عليها الدكتور وسام ورمى لك الكورة كده، قال لك بقى الدكتور علي هيقول لنا المواد المستخدمة فيه تطورت ازاي، قول لي بقى تطورت ازاي. هي مواد حشو العصب الطوارئ جدا، يعني بعد ما الدكاترة قالوا ان خلاص احنا نظفنا القنوات وكل حاجة، تيجي للدور المهم جدا زي ما الدكتور وسام قال، حوار تقفيل القنوات او حشو الجدر. حشو الجدر مهم جدا، لان غالبا بيبقى ليه نسبة كبيرة جدا في فشل او نجاح علاج الجذور بعد كده. يعني احنا دلوقتي بعد ما نظفنا بكل حاجة وتمام التمام، لازم ان احنا ننظف القنوات كلها، وبيبقى فيه قنوات فرعية للقناة الرئيسية. القناة الرئيسية ماشي احنا بنحشيها كويس وكل حاجة، لكن القنوات الفرعية دي هي بقى التقنية الحديثة دي اللي طلعت، اللي هي حاجة اسمها 3D obturation او حشو الجدر ثلاثي الابعاد. ثلاثي الابعاد ده كان زمان ما بقدرش ان هو يتيح لي ان انا احشي القنوات الفرعية او القنوات التانية. دلوقتي انا بقدر احشي القناة الرئيسية والقناة الفرعية، بعمل حاجة اسمها سيل، يعني انا بقفل اي مجال لاي بكتيريا بعد كده ان هي ممكن تعمل لي مشكلة او تسبب فشل في علاج الجذور اللي انا عملته. عظيم. المواد دي متاحة باستمرار؟ الدنيا غليت انت عارف، يعني لا هي متاحة. دي معناها ان انت عارف. لا هي متاحة. متاحة موجودة باستمرار. صعب جدا ان احنا نعمل كونكشن ما بين الطب، الاطباء بالميديكال تيرم باللغه الانجليزيه اللي بتفرض نفسها. انا بشكركم طبعا النهارده على انكم انتوا التزمتوا معايا الى حد 95-97% كده. احنا ما بنتكلمش ميديكال تيرم، يعني في الاول ناس قبل التصوير لو قعدوا معانا كلام انجليزي كله، وانا بقى بتكلم والدكتور نور بيتكلم وكلنا عمالين كله انجليزي في انجليزي، والمريض جاي مش هيفهم الانجليزي ده، والمريض جاي بتطلعات معينة، والدكتور بيتكلم بخبرته وفهمه وبيتكلم طبعا بتلقائية شديدة على انه عارف الكلام. فالربط ما بين المريض والطبيب ده شيء صعب، وده دور مهم بتقوم به دكتورة أريج سالم. دكتورة أريج، يعني انا مبسوط طبعا انك موجودة معانا النهاردة، يعني الحمد لله لقينا في الاخر. على فكرة احنا الفريق الطبي عندنا فيه بنات، ما انا عارف الحمد لله، وانت جايب دكتورة أريج بس يعني شكرين اللي كانت موجودة يا سيدي، والله العظيم قعدت الرجالة اهم من اي برضو؟ حاجة بس جات. دكتورة أريج طلبها جت خلاص. جت خلاص. الساعة وربع اللي جاية دي تحكي لنا أريج. الساعة وربع. ماشي. بس أنا حابة قبل ما أبتدي في أي حاجة إن أنا أقول كلمتين مهمين. رحبي بيها الأول. هرحب بيك طبعًا. رحبي بيها هو صاحب مكان. بس أنا حابة أقول كلمتين مهمين جدًا، إن أنا فعلًا فخورة بوجود دكتور زي دكتور نور في مجالنا طب الأسنان. بلس إن أنا فخورة إن أنا أكون ضمن الفريق ده كله. انا فخوره جدا ان انا يعني فرد من الفريق ده.
مهمتي هي مهمة تعتبر صعبة عشان أنا بكون حلقة الوصل بين الدكاترة وبين البيشنتس أو الحالات. الحالة بتيجي يعني حالات بتكون متنوعة، بمعنى مستوى تعليمي مختلف، أماكن عيش مختلفة. كمان في سنتر دكتور نور الناس بتيجي من كل حتة في العالم، بمعنى إن مش أي حد هتقدر تفهم اللغة اللي بيتكلم بيها أو اللهجة اللي بيتكلم بيها. مهم جدا إن أنت تكون أول حد بتقابل العيان أو الحالة وتكون متفاهم هي عايزة إيه، بمعنى إنك أنت تاخد منها كل الميديكال هيستوري أو التاريخ المرضي بأريحية. يعني مش تحقيق، بمعنى أنت عندك حاجة، أنت مريض، أنت في حاجة، لا إحنا ما نكونش أجريسيف، بالعكس إحنا بناخدها بابتسامة وبنسأل المريض بطريقة أريحية. يعني إحنا بنتعالج من حاجة، هو حضرتك بتشتكي من حاجة، يعني نكون في الكلام، مش هو أسئلة موجهة. فأنا حلقة الوصل دي إن أنا بوصل كلام الدكاترة بس بطريقة بسيطة يستوعبها عقل البيشنت. بس كده. أنت أنا سعيد جدا جدا بوجودكم كلكم معايا، مبسوط جدا بلقائي معكم، وإني كنت بشوفكم كتير يعني يعني بس إن احنا نشوفكم كلكم مع بعض بهذه القعدة الجميلة. مبسوط جدا أولا بالناس اللي جيلنا الموجودين معنا، الناس اللي يعني ما شاء الله ليهم تاريخ رائع. مبسوط بقى بالشباب اللي أنا متوقع لهم، في ناس أنا متوقع لها إن احنا نشوفها على القمم في تخصصاتها في المستقبل اللي جاي ان شاء الله، وان كان منهم الشباب دلوقتي حقق ما شاء الله يعني سمعه وعدد ساعات عمل جباره جدا. يعني فعلا احنا انا مبسوط ان احنا بنقدم النهارده صوره للطبيب المصري في منظومه طبيه بتعمل بعمل جماعي. هذا هو الطبيب المصري اللي بيعمل في ظروف صعبه. اكيد في مره هنلتقي تحكوا لي كده الظروف الصعبه، ما شاء الله ربنا طبعا اكيد كرم كل واحد فيكم وفتح عليه، لكن اكيد مريتوا ب زمان وفي بداية وبتاع. يعني زي ما أنا بحكي دايما أقول إن أول مرتب خدته كان 117 جنيه، ولما كنت بغيب يومين في الشهر كان بيخصم مني 40 جنيه عادي. فده الطبيب المصري اللي بيهاجم ساعات وبيظلم أحيانا وإلى آخره. أدي المنظومة لما بتكون ناجحة ممكن تقدم لنا إيه. شكرا دكتور نور على إنك أنت وفرتنا هذا اللقاء. أنا اتشرفت النهاردة بوجود الفريق اللي أنا فعلا بتشرف ان انا ابقى واحد منهم. ده انا اللي متشرف بوجودك معنا ومتشرف بالدور اللي انت قدمته في الثقافه الطبيه التي ستبقى. ده شيء لا يختلف، ده تاريخ لا يختلف على الناس. شوف الناس صحيح انت بترأس مجلس اداره واي تي، لكن في الاخر انا بتكلم على ثقافه طبيه قدمتها قبل ما تقدم واي تي للناس. انت قدمت ثقافه وده مهم جدا جدا. يعني نورتنا دكتور، تشرفت بيك، خليكوا دايما مع الناس الحلوه. النهارده احنا بنبتدي مؤتمرنا الاول للكليه الملكيه البريطانيه لطب الاطفال خارج انجلترا. هذا مؤتمر يحقق احتياج بلد. هذا التقدم الرائع الذي احدثته المنظومه الصحيه في مصر، المبادرات الرائعة التي تقوم بها وزارة الصحة في عهد سيادة فونك تدل على فهم ووعي طبي لقلب الشعب المصري. Thank you for allowing me to share you this event. I'm so proud of all of you. I'm so happy to be in this event. And I'm looking forward to cooperate with all of you, every single one of you, know what can make difference for our system. أيضا لما تقدموا الجمعية المصرية المسؤولة عن أعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب وصحة الأطفال هو أمر يدعو للفخر، وخصوصا الذي ترسم فيه مصر طريقا لبلد.